شيرين رضا بتقبل بالقبولات والمشاهد الجريئة، ودافعت عن هذا النوع من الأعمال وأكدت إنه لإلها هدف. كشفت عن الصعوبات اللي بيواجهها النجوم وراء الكواليس. دافعت شيرين رضا عن تقديم النجوم المشاهد الجريئة والقبولات سواء في السينما والدراما، وأكدت إنه هذه المشاهد بيكون لها مبرر درامي من وجهة نظر المخرج وصناع العمل، وحكت إنه الأشخاص اللي بينتقدوا هذه الأنواع من المشاهد ما بيعرفوا الصعوبات اللي بيواجهونها في الكواليس. شيرين رضا بترفض الهجوم الدائم على الفنانين، وحكت إنه الفنانين بشر، وعن معلقة وحكت اللي مش عاجبه حاجة ما يتفرجش، كانت بتهزر لكنها بتتمنى إنه يشاهد الجميع كل الأعمال الفنية. شيرين رضا واجهت انتقادات كبيرة بعد فيلم قمر 14 بسبب قبلة جمعتها بخالد النبوي في أحد المشاهد، فدافعت عن العمل وحكت إنها ما بترفض القبولات ما دامت في مكانها المناسب ولإلها أسباب بتخدم العمل الفني، وأكدت إنه طبيعة العمل الرومانسي كانت تتقبل هذا النوع من المشاهد. شيرين رضا بتعيش حياة سعيدة مع بنتها رغم عدم لقائهم من انتشار وباء كورونا، لكنها دائمة التواصل معها للإطمئنان عليها والتعرف على تفاصيل يومها. ورغم تصريحها السابق إنها لا تريد رؤيتها عروس بل تريد إنه تشوفها سعيدة وناجحة في حياتها، لكنها بتتمنى لها حياة هادئة وناجحة مع خطيبها الحالي، وأكدت إنها سعيدة باختيارها هذه التجربة الجديدة في حياتها. شيرين رضا اعترفت إنها لا تجيد إدارة الحياة العاطفية، وإنه سبب انفصالها عن عمرو دياب كان بسببها، لكنها استطاعت إنه تحتفظ بعلاقة صداقتهم طوال السنوات الماضية، وحكت إنها مرت بعدد من التجارب العاطفية بعده لكنها لم تستطع أن تستمر فيها بسبب رغبتها في الشعور بالحرية والانطلاق. تتميز شيرين رضا بملامح أوروبية وإطلالة شبابية رغم تجاوز عمرها 50 سنة، وحكت إنه السبب في ذلك هو اتباعها حمية نباتية للحفاظ على صحتها ورشاقتها.